عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير. كنبارك لكم العواشر بمناسبه حلول شهر رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، يا ربي امين. اليوم غادي نوجد كما عارفين سلو بالطريقه ديالي انا بالطريقه ديالي كنديرو صحي، وكل وحده تقدر تبدل شي مقادير ما كيعجبوهاش ولا كتفضل شي على شي. هنا اول حاجه، هنا كاينه الفرينه البلديه، هنا راه مقليه، هنا راه محمره الفرينه. اللي بغات دير الفرص راه لها الاختيار، دير الفرص ولا القمح ولا الشوفان مطحون. هذه الفرينه البلديه مقليه محمره ومغربله. هنا خديت المقادير قسمتهم على جوج. عندي هنايا اللوز والزنجلان هكا ما مطحونش مزيان، غير بحال قلتي مهرمش، حيت خديت كيلو الزنجلان وكيلو اللوز وقسمته على جوج. النص درت ليه هكا، النص طحنته مزيان. هنا كاين اللوز وهنا كاين الزنجلان، هنا طحنته تطلق لي دم ديالو، شفتو الزيت ديالو؟ انا يا راه طحنت اللوز مزيان حتى ولا طلق الزيت ديالو. هنا كما قلت لكم الاخوات، انا النص ديال القوام ديال اللوز والزنجلان النص درته مهرمش كما وريت لكم، هنا نص مهرمش والنص الاخر طحنته مزيان حتى ولا كطلق الزيت ديالو. هذا هو شفتوه معلق، هنا اللوز وهنا الزنجلان طحنتو مزيان. هذا اللي غادي نجمع به هاد النواشف. ما بغيت انا لا نزيد لا زيت الروميه لا زبده، سميتو الحاجه الدهنيه بوحدها اللي غادي نزيد انايا. انا غادي نزيد زيت العود، غير زيت العود ما تاخذوش ديك الحاره هنايا. وبالنسبه هنايا عندي معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال النافع وسميتها اخرى. هنا قلت لكم الاخوات، هنا عندي معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، هنا معلقه كبيره ديال القرفه، هنا راس المعلقه تقريبا شي ربعات الحبيبات ديال مسكه حره، ودقيتها مع سنيده، شويه سنيده باش تطلق لكم. الا ما درتوش سنيده راه ما غاديش تدق لكم، كتلصق. هنا واخا كتشوفوها كثيره هنايا غير شي ربعات الحبيبات، ولكن درت لها شويه سنيده. وما تنساوش الملحه، ضروري الملحه باش ما يجيش باسل، الملحه على حسب دوك المقادير كانوا قلال ولا كثار. هنايا اول حاجه غادي ندير، المهم غادي نضيف دوك النواشف كلهم، هنا القرفه، هنا حبه حلاوه والنافع. راه كاين اللي كيدير داك زريعه الكتار، كيدير كاوكاو. انا قلت لكم الطريقه ديالي اللي ديال سلو، كنحاول اول حاجه كنخلط هاد النواشف بوحدهم، كنخلطهم مزيان. هادي دابا كنخلط، زعما تبارك الله بدات ديك الريحه كتطلع ديال النافع، قرفه، زعما الريحه عاطيه. راه كما قلت لكم الاخوات، راه تقدروا تبدلوا الفول، تبدلوا هذا اللي درت انايا، تبدلوه بالفول بالقمح، لكم الاختيار. انا وريت لكم طريقه اللي صحيه، ما كيكون صحي في الماكله، ما كيقهمش، ما كيضرش داك السكر وتا سنيده وداك الشيء. انا راه ما غنديروش، راه مازال يقدر انايا كنخلطوا في لابواط، والوليدات كندير ليهم ديالهم، كندير فيه شويه ديال السكر كلاصي باش يجيو شويه حلو. وانايا باش كنحليه الى عندي العسل الحر راه كندير منه، ما عنديش كنخلطو بالعسل ديال التمر. غير وكان العسل ديال التمر ما كنخلطش به كله سلو، كنجمعو وكنديرو في لابواط. وبحال دابا ديال يومين ثلاث ايام كندير عليه العسل ديال التمر. العسل ديال التمر راه كاينه الطريقه ديالي في القناه، كما قلت لكم الاخوات. بالنسبه للعسل ديال التمر غادي يبان لكم في اخر ديال الفيديو. هنا دابا غادي هنا غادي نحاول نهبط هذا اللي غيجمع ليا دابا هاد النواشف، بلا ما نحتاج لا زبده لا زيت.
تنساوش داك الزيت، زيت البلديه. نحاول ندخلها مع هاد النواشف من الاولين، عاد نبدا نخلط. راه هذا نيت، هذا شوف شوفوا هذا اللي معلق، راه لي دام ديالو الزيت ديال اللوز والزيت ديال الزنجلان، داكشي اللي طلق لينا هو اللي غيجمع لينا هاد الخليط. كتبقاو تفركو هكا. هنا في هاد المرحله، اللي بغات تحليه بالسكر كلاصي، هنا كتغربل السكر كلاصي. هنا راه تنخلطو وعاد غادي نقسم كما قلت لكم، غادي نهز واحد لابواط للوليدات، غندير لهم ما حلو، ندير لهم السكر كلاصي. وديالي انايا بغيتهم صحي 100%، ديالي غنديرو وكنحلي بالعسل، او بالعسل ديال التمر. العسل ديال التمر عندي هنايا، شفتو الاخوات العسل ديال التمر، شفتوه؟ غتقولوا العسل حور، سبحان الله. ديما الحاجه طبيعيه لا بديل لها، زعما واخا هذا العسل ديال التمر، شكون اللي غادي يقول هذا عسل ديال التمر؟ شفتو انا هذا اللي كندير، الا ما كانش العسل الحر تعوضوا بهذا. صافو كتحاولوا كتفركوا هكا، كتفركوا بهذه الطريقه. دابا غادي نكمل انايا، غادي نكمل تنجمعوا ان شاء الله وغنرجع معكم. انا رجعت معكم الاخوات، هو السلو ديالنا وجد. باش نكون معكم صريحه، هذا ديال الوليدات ضروري يجيهم حلو. هذا درت فيه جمعته بالزبده، الا ذوبتوها الاخوات حيت ما درتهاش في الفيديو نسيتها، حاولوا تذوبوها حتى ما يبقاش فيها، داك الحليب، تكون غير يبقى غير داك الماده الدهنيه، حيت الا غير ذوبتوها وباقا فيها داك الكشكوشه البيضاء، سورتو اللي دايره سلو كثير راه كيغمل. الا ذوبتو الاخوات اللي غادي يجمعوا بالزبده، ذوبت تتولي هكا، ما يبقى فيها والو الحليب. هذا جمعتو لهم بشويه الزبده ودايره له سكر كلاصي شويه باش يجيهم حلو. راكم عارفين الوليدات الا ما كانش حلو راه ما يقربوش ليه وما ياكلوش. انا ديالي اخوات راه درت ليه، خليته هكا، انا بغيتو هكا صحي، حتى الا بغيت شي نهار لا يجيني حلو راه كما قلت لكم كناخذ، كما قلت لكم انا كنبغيه صحي، ما درت ليه لا زبده لا والو، غير داك شويه زيت العود وداك لي دام ديال اللوز والزنجلان. حتى الا بغيت شي نهار الحلاوه كما قلت لكم كندير القياس ديالي ديال النهار في الطبسيل، وكنحليه بالعسل ديال التمر. هذا صحي 100%، وهذا راه كما عرفتوا كما قلت لكم ضروري شويه الحلاوه للوليدات، زدت ليه الزبده مذوبه وسكر كلاصي. كنتمنى ان شاء الله هذه طريقتي، شاركتها مع الاخوات، كاينين مبتدئات وكاين اللي باغي يسلو صحي. كنتمنى ان شاء الله تجربوا يعجبكم، وبارك عواشركم بالصحه والهنا ان شاء الله.